مشاهدينا، زيارة المريض في المستشفى تعطي الكثير من المعنويات التي يحتاجها في حالته. في المريض يحتاج إلى أصدقائه وأحبابه ليهونوا عليه أوجاعه الجسدية والنفسية. راح نتحدث اليوم مشاهدينا بشكل تفصيلي عن قواعد زيارة المريض مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة مريم إبراهيم القصير، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي. صباح الخير وحياك الله ويانا أستاذة مريم. صباح النور، الله يحييك ويبارك فيك، ومشكور على هاي الاستضافة الحلوة. الله يطول بعمرك. في البداية يعني أستاذة، نتحدث عن موضوع جدا مهم اليوم، زيارة المرضى في المستشفيات، سواء كانوا أصدقاء أقارب وما إلى ذلك. لكن نتحدث عن الموضوع المهم، هو هل يفضل زيارة المريض دون موعد مسبق أو دون إخطار أو إخبار المريض أو أهل المريض؟ طبعا هي زيارة المريض من فضائل الأخلاق، وحث عليها طبعا ديننا الحنيف، والحمد لله طبعا فيها تآلف بين قلوب الأفراد. فالأفضل طبعا بالنسبة للزيارة تكون بموعد مسبق، الأفضل لاستئذان أسرة المريض نظرا لعدم الإحراج، يعني أسرة المريض ممكن يكون هناك عدد كبير من الزائرين في المستشفى، سواء في المستشفى أو في المنزل. حتى الزيارة المفروض يكون فيها طبعا موعد مسبق. تمام أستاذة، لو قررنا نزور مريض، هل هناك مثلا مدة معينة أنا أبقى فيها عند المريض، ولا عادي أتم معاه في الوقت اللي يناسبنا؟ طبعا يفضل ان ما تزيد المده عن 20 دقيقه، هذا في حال انه طبعا ما يكون هناك في ناس كثيرين طبعا في الغرفه. كل ما خفينا في الزياره افضل، يعني لان هناك تعرفين كل ما زادت الزياره مده الزياره ممكن يسبب ازعاج للمريض، فالافضل انها ما تزيد عن 20 دقيقه. جميل استاذ، نتحدث عن كذلك المواضيع اللي يجب مناقشتها. يعني في بعض الناس يزورون المريض ويبتدون عليه يسألون ها شو سويت، شو قالوا لك، شو هذا، شو فيسألون عن كل شيء يخص. ما هي المواضيع اللي مفروض تطرح على المريض والمواضيع اللي لا يجب طرحها؟ طبعا هو الأفضل ما نسأل المريض عن أسباب المرض أو سبب الجرح، مثلا إذا كان هو مسوي عملية أو كشف عن الجرح ممكن هذا يسبب له إحراج للمريض. نعم. فالأفضل تجنب هذه الأسئلة والاكتفاء بالدعاء وبالشفاء للمريض، الأفضل يعني يكون الدعاء له. أما المواضيع اللي ممكن نحن نتكلم فيها، ممكن نتكلم في مواضيع خارج ما تكون طبعا مواضيع تيب الاكتئاب للمريض، مثل يعني ذكر آلام الآخرين أو وفاة أحد الأفراد. صح. أو اللي هي ممكن تسبب أسى للمريض وتزيد طبعا من جروحه. أستاذة، لو تكلمنا عن نقطة أنا أسمع عليك نناقشها قبل الحلقة، أن هناك بعض القواعد تحطها المستشفيات، مثلا الزيارة في هذا الوقت، أو مثلا ممنوع اصطحاب الأطفال، لكن بعض الناس أو يخرقون هذه القواعد خصوصا بالنسبة لزيارة الأطفال. كيف ممكن نحن اليوم مثلا إذا أنا كنت مريضة أو شيء أوجه اللي يزوروني أنهم يلتزمون ويحترمون أيضا قواعد المستشفى؟ هو الأفضل طبعا عدم اصطحاب الأطفال، لأنه ممكن يسبب إزعاج بالنسبة للمريض، فهذا المفروض الكل يعني فاهم أن الأطفال يسببون إزعاج لهذا المريض، فأنا ليش أتعب المريض زيادة على كثر ما هو تعبان؟ فالأفضل أني أنا أبتعد عن هذا، ما أخذ الأطفال طبعا اللي هم دون 8 سنوات، هذيلة اللي هم ممكن يسببون إزعاج في الزيارة. والجميل يوم حتى أغلبية المستشفيات المراكز الصحية الكبيرة توفر قسم خاص للأطفال في ألعاب، بإمكان مثلا الأم أو الأب اللي مستحب مع الأطفال يخليهم في هذه الغرفة، ويكون في ممرضة أو مسؤولة مشرفة يلعبون الأطفال خلال وقت الزيارة، ومن ثم يتم اصطحابهم إلى المنزل. بنتحدث شوية عن كذلك نقطة جدا مهمة، الهدية المناسبة عند يعني في حال إذا حبينا يعني ناخذ هدية للمريض. وعلى العلم أن في بعض الهدايا مثلا لا تناسب بعض الأشخاص، وحتى حق المناسبة يعني ممكن تكون مثلا حالة ولادة وإلى آخره. طبعا دائما أنا أفضل أن الهدية تكون بسيطة،
تعبر عن فعلا عن الشفاء، وهي افضل طبعا هديه نحن نقدمها للمريض الورد الطبيعي. طبعا هي معنات الورد الطبيعي ان نحن نتمنى للشخص هذا الشفاء العاجل والعوده الى المنزل. اذا في حال ان طالت مده مثلا المريض في المستشفى، فاهني يفضل اني انا اهدي شيء بسيط مثل كتاب ممكن يعني تقضي وقت فراغه يقرا فيه، او قران. فهذه من الهدايا اللي ممكن كل ما كانت الهديه بسيطه كل ما كان لها معنى اكبر بالنسبه للمريض. ولكن استاذه يعني عذرا على المقاطعه، في بعض الاشخاص تحسسون من بعض الروائح الورود تسبب لهم حساسيه، وحتى شو نقول حق الناس، في بعضهم يبون دلال شاي وقهوه ويعني حتى يحولون غرفة المريض إلى مطعم في بعض الأحيان يعني. والله هو شوف لازم نراعي نحن إرشادات الطبيب، لأنه ممكن يكون نوعية الأكل اللي مثلا الأسرة جايبتنا للمريض ما تناسب هذا المريض، ممكن تسبب له ضرر، ممكن تسبب له انتكاسة. فأحاول بقدر الممكن أني أسأل قبل الطبيب شو المصرح فيه من الأكل لهذا المريض، من الشرب، شو اللي أنا بإمكاني أجيبه. أفضل نتبع إرشادات الطبيب بدل ما نحن نجيب ما شاء الله. تعرف الحين نحن من يطيح حد في المستشفى ما شاء الله بوفيه صح للزوار، فهذا نحاول قبلها نستشير الطبيب أفضل. بالنسبة لهدايا الأطفال، أحيانا يعني المرضى يكونون أطفال، أحيانا مثل ما قال إسماعيل حالات ولادة، في حالات أخرى عمليات وغيرها، هل يفضل يمكن هالعادة انتشرت وايد مؤخرا يمكن خلال الخمس أو سبع سنوات الأخيرة اللي هي وضع مثلا مبلغ من المال، هل هناك طريقة مثلا ممكن من خلالها نحط مبلغ مال أو نحط ألعاب، أو شو الطريقة اللي تكون ممكن أو الهدية طبعا غير في دائما الأطفال يحبون الألعاب هو اللي يجذبهم أكثر شيء، وبالذات الألعاب الإلكترونية هو شغفهم في الوقت الحالي. فهو مبلغ مالي افضل مع باقه ورد يكفي، يعني قلنا احنا البساطه في تقديم الهديه. جميل. في المقابل استاذه، شو هي الاداب اللي يعني يجب حتى على المريض اتباعها مع زواره؟ دائما افضل عدم الكلام بكثره، لان ممكن تسبب اجهاد للمريض نفسه اذا تكلم وايد. الافضل انه يكون مستمع. لا بس العكس يعني كذلك، حتى المريض حتى نعم لا 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 يعني زائر له حقوق على المريض. اليوم كيف المريض يتعامل حتى مع زواره، يعني بعيد عن التعصيب او يعني تكشير وكذلك كثير من النقاط المهمه يعني. طبعا هو المفروض يكون هادي المريض، يحاول بقدر الامكان انه ما يكثر من الكلام. اذا في حال انه شاف في ازعاج مثلا بالنسبه للزوار، يحاول بقدر الامكان انه يستاذن انه يطلب الراحه او النوم. فاهني يعني الافضل انه يستاذن من الزوار بانه يبغي يرتاح مثلا، فاهني يكون يعني اخف على المريض، افضل له بالنسبه للمريض. نتكلم يمكن عن نقطة ذكرتيها أستاذة، اللي هي يعني النقطة جدا مهمة اللي ذكرها أيضا إسماعيل، اللي هي المريض تعامله مع المرضى. يعني حتى أحيانا المريض يكون مرهق من العملية، يكون متعب، ما يقدر يتكلم. فالطرق اللي ذكرتيها أنه هو يلمح لهم أو يذكر لهم بطريقة بسيطة، أو ممكن حتى يبلغ حد من الأهل أنه مثلا يقول حق الضيوف خلاص وقت زيارة انتهى أو غيره، أو يخبروني بعد أنه بأسلوب لبق يكون واستئذان الأفضل. صحيح. لأنه ممكن يسبب إحراج حتى بالنسبة للزوار. فممكن يكون هو يحس مثلا يحسون الزوار أنهم هو رافضنهم أو شيء، فأهني بأسلوب حسن أنه تعبان مثلا يستأذن منهم أنه بينام، فهذا أفضل أسلوب. إسماعيل يقولون الحين يمكن هاي الطريقة الجديدة أن مثلا المريض يطرش مسج أو رسالة يقول مثلا أوقات الزيارة عندي مثلا اليوم من هالوقت لهالوقت. ممكن أيضا يكون بطريقة لبقة يخبر ضيوف أنه يحتاج أيضا للراحة، وفي أوقات معينة ممكن أنه يستقبل من خلال الضيوف. طبعا صحيح. ما شاء الله الحين السنابات تنتشر عن طريق اسهل طريقه طبعا للتواصل مع الاخرين، فطبعا ممكن يحط هو هذا الاعلان انه في هالوقت بيكون مرتاح، في هالوقت ممكن الزياره. وهو افضل دائما استئذان اسره المريض، لان تعرفين احيانا يكون نساء ويكون المريض رجل، فهني لازم يكون مراعاه الزائر
الفرد اللي بيزوره وأسرة المريض، فيكون هناك في قض البصر بالنسبة لهذا الفرد وأخذ الموعد الأفضل. صحيح. صحيح. بالنسبة للزيارات البيت أو المنزل يعني نفس القواعد ولا طبعًا تختلف؟ لا طبعا نفس، لازم يكون في هناك استئذان بالنسبة للأسرة، متى الوقت اللي يناسبكم أقدر أزوره، فهني لازم الاستئذان من الأسرة. أستاذة، في نقطة جدا ممكن تكون مزعجة أيضا للمريض، مثلا المريض يكون تعبان أو يبغى يتحرك أو مثلا يحتاج إلى بعض المساعدة، يقولك زوار يصرون جدا، مثلا لا أنا بمسك لك العصا، لا أنا بساعدك، لا أنا بجيب لك، وأنا مثلا بنظف لك مثلا الجرح بدل ما تزقر الممرضة. كيف ممكن نتعامل مع هالحالات، خصوصا المريض يكون منهك تعبان مرهق لكن تيلة بعض الإزعاجات من الزوار، كيف ممكن يتعامل معها؟ طبعا هني هذا لا يصح، طبعا من القواعد ان احنا ما نزعج المريض اساسا، فهني انا قلت مجرد هو ما يحس بالازعاج الافضل انه هو ينام او انه هو يستاذنهم انه يبغي يرتاح، بدل ما طول ما هو حاس انه فعلا هذيلا قاعدين يصرون عليه فهو يستسمحهم باسلوب لبق جدا، مع ان المفروض الزائرين يخفون الزياره قدر المستطاع في حال وجود الدكتور، طبعا حسوا ان الدكتور هو بيدخل او بيفحص المريض، الافضل من القواعد انه يستاذنون ويطلعون من الغرفه مباشره، هذه احدى القواعد المهمه. وفي بعد نقطه احب اضيفها بالنسبه لقواعد زياره المريض، عدم جلوس الزوار على سرير المريض نفسه، لانه ممكن يكون هناك في اجهزه وفي ادوات ممكن يلمسها الزوار في حال جلوس مسبب ممكن خطر على المريض. صحيح. فهني من القواعد الافضل عدم الجلوس، واذا في حال ان اصر المريض هني يحاول ان يكون واقف عند سرير المريض بس ما يجلس على كرسي المريض، الأفضل من أحد أهم القواعد هذه. جميل، شكرا لوجودك معنا أستاذة مريم، يعطيك الصحة والعافية، شكرا للمعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. العفو. الله يسلمك. شكرين. الله يطول عمرك. شكرا مشاهدينا جزيلا الأستاذة مريم إبراهيم القصير، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي، لهذه المعلومات القيمة والمفيدة. بعد الفاصل مجموعة من الأخبار المنوعة، بقمان.